دائما نعمل فريق الغابي لجسر الشغور، بلغنا من احد المراسل عن وجود حريق في ريف جسر الشغور الغابي، فتوجهنا نحن وعناصر المركز بآليتين ملحق اطفاء زائد جراز زراعي، لان منطقه الحريق كانت واعره جدا ولا يمكن للملحق ان يصل الى مكان الحريق. والحمد لله قمنا نحن خمس عناصر بالسيطره على الحريق بشكل كامل، وقد قدر الحريق بما يعادل 50 درهم.